أهلا بكم في هذه التغطية، ولا زلنا نتابع مع حضرتكم آخر التطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في حل أزمة الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأكد غوتيريش أن الأزمة الحالية هي أزمة حالكة تمر بها الشرق الأوسط لأول مرة منذ عقود. وأكد غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري إن مصر هي عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا غوتيريش لضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات لقطاع غزة. وأكد غوتيريش أنه شعر بالصدمة من الموت والخراب الذي تعرض له المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وأضاف غوتيريش أنه يجب وصول المساعدات والطعام والدواء لقطاع غزة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لإدخال المساعدات. بدوره قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تشدد على أن الاعتقاد بإمكانية تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري لسكان قطاع غزة والضفة الغربية لدول الجوار يعد أمرا غير واردا. وأكد شكري أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه كما صمد العقود الماضية. وقال وزير الخارجية سامح شكري إنه أبلغ السكرتير العام للأمم المتحدة غوتيريش باقتناع مصر بأولوية وقف العمليات العسكرية وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة. وفي هذا الإطار دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قمة القاهرة للسلام 2023، حيث ستعمل مصر من خلال القمة على التوصل إلى توافق دولي لخفض التصعيد، وصولا لوقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وتأتي قمة القاهرة للسلام 2023 في توقيت مهم للغاية وسط حالة من التصعيد الكبير التي يشهدها قطاع غزة. تنطلق السبت أعمال قمة القاهرة للسلام 2023 في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. ويشارك في القمة زعماء قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية أعلنت حضورها قمة القاهرة للسلام. هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر وإبادة العوائل الفلسطينية وتدمير الأحياء السكنية والبنية التحتية للقطاع، مشيرا إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيدا، منهم 1524 طفلا و1000 سيدة و120 مسن، إضافة لإصابة 12453 آخرين. كل الدعم والمساندة لأشقائنا في قطاع غزة. مستمرين مع حضراتكم في تغطيات إخبارية جديدة على مدار الساعة من صالة التحرير اليوم السابع. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كان معكم محمد جمال، وإلى اللقاء.